تحكي لي على اجواء البيت بقى عندكم. انا عارفه ان انا هسمع اسامي تخض يعني. مين كان ضيوفكم؟ مين كان اصدقائكم المقربين؟ مين من الفنانين الكبار كانوا دايما بيزوروكم وكانوا كده ايه صحاب معاكم؟ كلهم تقريبا. كلهم. لا قول لنا مين. يعني بيت محمد الموجي في العباسيه ده يعني كل اللي نفسه في اكله يكلم ام امين يقول لها احنا جايين لك النهارده عشان ناكل الاكله الفلانيه. ايوه. فكلهم طبعا عبد الحليم حافظ ده اساسي. عبد الحليم طبعا. صح كده؟ طبعا. ورده كانت موجوده برضه. شاديه نجات فايزه احمد ام كلثوم ما جاتلناش البيت، بابا هو اللي راح لها. ايوه. طب عبد الحليم حافظ كان بيحب الحليم ياكل ايه؟ التلباني، محرم فؤاد، هاني شاكر طبعا. كان يعني بيطلب ايه من ام امين اكل؟ هو عبد الحليم كان عيان. فكان صعب ان هو ياكل مسبكات وحاجات كده. كان بيطلب منها المسلوق مثلا. مسلوق، ياكل جبنه وعيش ناشف حاجات كده. هو كان يعني شكله مش اكيل قوي. كان نحيف جدا. كان نحيف كده وواخد باله. والمرض برضو كان منحفه اكتر يعني. لو كان في وليمه مثلا كان ممكن هو ياكل فيها ولا ما كانش؟ لا، بيقعد في الوليمه يتعمل له اكل مخصوص ويحط قدامه برضو الجبنه والعيش الناشف وكده ويقول يعني ويقول انا شامم ريحه اكل حلو، وياكل جبنه وشامم ريحه الاكل الحلو. يعني الله يرحمه يا رب. لو سالنا عن احب الاعمال طبعا الموسيقار الكبير محمد الموجي مع عبد الحليم تكون ايه؟ حمل الأعمال لي أنا؟